السلام عليكم. عرفت ويل آية سيدي بلعباس في الساعة الأخيرة حادثة مؤلمة وصادمة بعد وفاة شخصين بطريقة بشعة، من بينهم رائد في الجيش الوطني. وقالت مصادر إعلامية محلية أن ولاية سيدي بلعباس شهدت في الساعات الأخيرة حادث مرور مروع وقع بين بلديتي سيدي شعيب والضاية. الحادث تمثل في اصطدام واحتراق سيارتين سياحيتين، أين تم انتشال السائقين جثث هامدة ومتفحمة تماما. وحسب ذات المصادر فإن أحد الضحايا هو رائد في الجيش الوطني وينحدر من ولاية عين الدفلة، فيما ينحدر الضحية الثاني من بلدية سيدي شعيب بولاية سيدي بلعباس رحمهم الله، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.